عقبال الحجر الأساس. قربت طالما طار مسمار جحا. يا علي يا علي، شو عبق مشان هالمشروع؟ قلت لي عمره ما يصير، صحتك بالدنيا. هداك اليوم وصلت حرارته لل 41 مشان هالمشروع. شو 41؟ يعني درجة وبتكي. أنا زلت لك ياها يوم. إيه زنتيها، طلعت 38 وش حطيت؟ مزبوط، ضني 41 مو حرارتك، نمرة رجلك. ابقي ميزي. شو يا شايف رجال عم يشربوا ويسكي والنسوان على سوفت درينك؟ ما بيعرفوا طعم التم هون. حبيت أعرفك عن قرب، لأني لما درست إدبارتك وطلعت على سلوكك اتولد عندي إحساس إنك بريء. والمحقق اللي حقق معي والقاضي اللي حكمني قال عندهم نفس الإحساس إني بريء، ومع ذلك حبسوني. لأنه القانون بياخذ بالأدلة. ليش القانون بلا إحساس؟ على كل حال الحمد لله انه محكوميتك مؤبد مو اعدام، لانه هيك قضايا عاده حكمها اعدام. الاعدام اهون، يا ريت يرحموني ويحكموني اعدام. انت اول محكوم بيحكي هالحكي. الاعدام موت لحظه وبيرتاح، بينما المؤبد بده الواحد يتعذب ايام شهور سنين ليجي اخر العمر ويوصل لنفس اللحظة. لا، ما لازم تيأس، لازم تزرع الأمل بداخلك. معناتها صار بيلزمنا بيوت بلاستيكية بلكي الأمل بيزهر 4 مواسم. على كل حال أنا راح أحاول ساعدك قد ما بستطيع. لا لا تعذب حالك، لأنه أنا حابعت شكوى لهيئة الأمم المتحدة، بس خايف من الفيتو تبع أمريكا. ما بعرف ليش الأمريكان متحططين علي. متحططين على كل دول العالم الثالث. مزبوط، بس أنا عالم سادس، سما أجا دوري ليتحططوا علي. طولي بالك لك مجنونة، يلي ببيعك بالفول بيعه بالقشور. شو له الفول هالحكي هلأ؟ ما صار شي لسا. يعني بدك يعني استنى ليصير شيء؟ استنى ليجيب لي ضره؟
لا حبيبتي، بيطلقني وبعدين بيجيبها. الا تحكي هيك حكي، نحن ما بنقبل. والله نقبلته وان ما قبلته ما نسائل عن حدا. اساسا انا من يوم اللي وظف هالسكرتيرة عصني قلبي. ايه بس ما تصورت الامور تصل لهون. تقبريني بنت خالي رؤي؟ ايه والله ما حلو الحراد. لكن الضرة احلى. لسه بتقلي ضرة. غريبة ما؟ لك مو غريبة. ليش غريبة؟ ليش غريبة يا؟ اخوكي اخذ تندين وانا الثالثة. ما شاء الله مفتوحة منافسه تحتين افندي. اي امي انا بالشارع بحق لي اربعة. انا ما عم اقول لك بدي اربعة. لا خذ اربعة. ايه الله ياخدك. بعيد الشر عني. امي مدي ايدك كلي لك لأم امي. لك في مجنون بهالدنيا بيحكي مثلك؟ يعني هلا شوفي انا اذا قلت لك بدي اولاد يظهر ياسمين ما بتجيب اولاد. ها وشو عرفك ما بتجيب؟ بركي العوقه منك؟ لانه انا انفحصت عند الدكتور ما طلعت العوقه مني. وليش ما جبت من الاولانيه؟ شنو كانت العوقه منها؟ والثانيه ما بدها اولاد. اكيد. وشو بدها بهالتخلفه؟ دخلك؟ ومنو هالمقمعة يلي أخدت عقلك وهبلتك؟ السكرتيرة بنت أبو محفوظ؟ هدول اللي رحنا لعندهم وقلعونا لما طلبنا؟ ما قلت لك أنا أمي تاري هدول كانوا أخدين عني فكرة غلط. وهلأ صلحت الفكرة لما صار معك؟ وينك تحسين؟ اي وحده بتفوت على هالبيت غير ياسمين بحلال ولا بحرام بكسر رجلها وبنتعي اياها. فهمت شو عم اقول لك؟ اي محلوله امي. شنو ياسمين حتضل عندك هون بالبيت وهديك حاخذ لها بيت تاني بغير حاره. صار معك وصرت تبيض يا ابن ابو زبله؟ ما دخل امي، كل شيء اسمه نصيب. ما بيقولون لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. العين تصيبك. بعيد الشر عني. بالله يكري إني ما أكلت شيء. وإلك نفس تاكو؟ لا شو بيطابك إني على شغل ما حدا رح ياكلني. يمين وعظيم ما بتروحي إني حنفة. طولي بالك من خالي. عمي إلك طولي بالك. وين تروحي لحالك على شرمانة هلأ بالليل؟ ما حلوة بحق خالي. هلأ أنا بخلص أكل وصلي. بدنك شو راح؟ يلا على التنفس. ما اجا جواب رسالتي؟ ايه قول نفس الجواب. المومة إلي أخلي سبيله. طيب ما بيعرفوا بأي سبيل راح؟ لو بيعرفوا كانوا حولوها. إذا بدك ترد تبعتها حط لها ظرف جديد، لأنه الظرف انهار قد ما راحت وجه. بس امبارح أنا سمعت بالراديو تبع عبد الرزاق إنه الظرف العربي مو أحسن. لا والله مو أحسن. لو كان ليش بدكم ظرفي نيئة؟ هات اسمع مني وطلع التنفس شوي. بختنق مثل ما بدها. شو هديات؟ هاي فنجان. شكرا. ما سألتي بابا شلون يحب القهوة؟ تعرف قهوتي. لكان ست بيت ومكتب. خجلتوني. شو ليش الست الوالدة ما شرفت معك؟ شنو الوالدة عندها انحراف صحي. إيه كنا من أجلها شوي حتى الله يعافيها. ما في داعي. شنو أنا ولي أمري بهالأمور هاي؟ شو ما بتحب القهوة؟ لا بحبها وخاصة من ايد ليلى. ايه ما شربتها تحسين بيك؟
كيف بدي اشربه ولسه ما اخذ جواء؟ والله ما بعرف شو بدي لك يا تحسين بيك. المشكله انه بدها تنزل على ضره. ما ظن ضرتها رح تقبل. شنو انا لسه ما هبلت تمي حردت لبيت اهلها وصار لها هلا اطباق الشهر حردانه. طيب والسكنه ببيت الست الوالده؟ لا رح اخذ بيت برات الحاره وبدي انقل مكتبي. شنو انا بدي وسع اعمالي. ان شاء الله من حسن لاحسن. ايه عمي شو قلت؟ شباب قوتك تحسين بيك وشايف الامور مبتوته، البنت رضيانه وانت ما شاء الله احوالك مساعدتك وانا ما بقالي كلام. على خيرة الله، سمعونا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ايه عمي نحكي بالترتيبات؟ مثل شو؟ يعني المتقدم، المتأخر، العرس. المتقدم 50,000 والمتأخر 100,000. مو كتير عمي، يعني هذا المبلغ كبير بيشتري 3 دكاكين. والله يا ابني المتقدم بده يندفع والمتأخر إذا البنت رضيانة ومبسوطة فهو حبر على ورق. طيب يعني أنتوا قديش كنتوا متفقين مع خطيبة الأولاني؟ ومثل ما عم نقلك 50% وطقهم دفعة واحدة لما فكينا. ليش أنتوا كنتوا كاتبين كتاب؟ لكان؟ طيب ومنين جاب هالمبلغ كلياته؟ هذا 150,000 مو قليل. على هو ما فهمت منكم انه مهري. باع ودفع. ليش فكرة؟ كنا منخليها تفوت وتطلع معه لو ما كنا كاتبين كتاب. بس انت سمحنا لها للبنت تفوت وتطلع معك لانه انت اهل ثقة. طيب عمي يعني بالنسبة الي انا شخصيا مالي مراعاة؟ 50%. يعني حاطين تسعيرة. وبالنسبة للصيغة ما بدو مين يقول لك؟ لك تضربي انت اول المعازيم. هلا معقولة انساكي بس لسه ما طبعنا الكروت لانه ما بنقدر نحدد موعد كتب الكتاب لتخلص الوراق. طلقها. ايه لكان فايت على نضيف. على كل مو كل شي بينحكي على التليفون. مري لعندي. باي. هاي باي فاي. اهلين ابو عنتر. اهلين. اهلين. شو وينك احسين بيك؟ لا تقولي لي عند ابو العزبيك. ايوه شنو هي جايتي من عند ابو العزبيك؟ لا مو عند ابو العزبيك، راح على المحكمه الشرعيه مشان وراء الاذنامه. اذنامه معناته الشغله مزبوطه. هيك شيء. شو هيك شيء؟ يا ما مزبوطه يا ما مو مزبوطه. اجينا اصبيعك لشوف. ها اصبيع الببو يا خيار. يمين شمال يمين، معناته مزبوطه الخبريه بس ما صارت الدخل لسه. يو كيف بده تصير؟ لساتنا خطبة. الكتاب لسه ما انكتب. عم اقول لحالي ليش لحد هلا ما بعتولي كرت العزيمة. هلا معقولة تحسين بيك ينساك بس ما بنقدر نحدد موعد الكتاب لتخلص المعاملة. بس وهيك يكون موعد كتب الكتاب الثلاثة الجاي. ليش؟ شنو عيد الصداقة العالمي؟ لكن ليش جاينا عند تحسين؟ مشان خبره شنو صار الايام عم ينسى كتير. ابصر من اخذ له عقله. يو يبعت لك. اتكرم. هلا بسجل على الاجندة. يو يبعت لي مثل ما الله بعت له. كل عام وانت بخير. هابي نيو يير. ما اجوا الاصدقاء تبع العيد؟ ما عدا بيان. تقبلني صديق؟ هابي نيو يير. يعني هلا صار عيدك هو عيدي. عيدي امين طار وخايف يجيبوه لهون. شو بده يجيبه؟ لانه اللي بصير عليه انقلاب
مصيره يا التربة يا الحبس، ونحن بالقاوش عنا ما بقى في محل. مدري مشينا بعكس الدنيا، مدري كبارة بتاكل صغارة، قسوتها نار بمحبتنا، نطفي بإيدينا نارا. مرحبا ابو عنتر. اهلين اهلين، شو هالصدفه يا انسه؟ اليوم صار عيدي بعيدين. لا مو صدفه، تحسين كثير بيعتذر لانه ما قدر يجي، لانه عنده موعد مع مدير الاوتيل مش على عرس، فبقى بعتني بالنيابه عنه. هلا العرس صار اهم من عيد الصداقه؟ والله ما بعرف، هي شغله بينك وبينه. على كل شو هو وشو انا؟ ما بصير، شنو كل شيء لحاله. تفضل، هابي نيو يير انت وغوار. هابي بيرز داي اخي تحسين. تفضل، حبيت اجيب لك بطاقتك في ايدي. يسلموا. قليلا تحسين بيك، خليه لقيلنا عروس، شنو صار هو متجوز 3 مرات وانا لحد هلا